السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي. ونستهلها بخبر من المغرب، حيث صرح السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، صرح يوم الثلاثاء 22 يناير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع يقضي بالموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، أن المملكة المغربية بمصادقتها على هذا البروتوكول تكون قد صادقت على أحد أهم البروتوكولات الثمان الملحقة بالاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب بذلك يكون من الدول القلائل التي وقعت على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأكثر البروتوكولات الملحقة بها، وهو ما يعزز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي. واعتبر الوزير المغربي أن الموافقة على مشروع هذا القانون يمهد الطريق للمصادقة على هذا البروتوكول الذي سيشكل آلية أخرى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك في أفق تأسيس أو تعيين الآلية الوطنية لمنع التعذيب، كما تنص على ذلك المادة الثالثة من البروتوكول المذكور الذي يهدف إلى منع ممارسة التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافية، مضيفا أنه سيتم بموجب إنشاء هيئات وطنية تقوم بالمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم ممارسة التعذيب، على أن تقدم هذه اللجان والهيئات تقاريرها إلى الجهات المسؤولة من أجل حثها على تحسين ظروف الاحتجاز وتحسين قدرات هذه المراكز والقائمين بها. كما أكد أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي في مداخلاتهم أن مشروع هذا القانون يأتي استكمالا لمسار طويل قطعه المغرب في سبيل النهوض بثقافة حقوق الإنسان وطي صفحات الانتهاكات الجسيمة التي طالت هذه الحقوق لعقودا من الزمن. الأمم المتحدة. أعلن بن إميرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء 22 يناير أن الأمم المتحدة ستفتح رسميا في 24 من الشهر الجاري تحقيقا بشأن تداعيات قصف طائرات بدون طيار على المدنيين والأشكال الأخرى من عمليات القتل المستهدف، مع التركيز على الإطار القانوني الذي ينطبق عليها وفحص أدلة واقعية بشأن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بهدف تقديم توصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن واجب الدول لإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة حول مشروعية وتناسب مثل هذه الهجمات لتقديمها في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم إطلاق لجنة التحقيق في مؤتمر صحفي يوم الخميس 24 يناير، وسيقدم المقرر الخاص بيانا يحدد فيه أهداف وغايات التحقيق والأساليب التي ستتبع في هذا التحقيق، كما سيعلن أيضا عن أسماء الخبراء وغيرهم من المواطنين الذين سيشاركون فيه. رفعت الكرامة يوم الثلاثاء 22 يناير نداء عاجلا بشأن اعتقال السيد سعيد جداد إلى كل من المقرر الخاص الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وآليات أممية أخرى. واعتقلت السلطات العمانية السيد سعيد جداد، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين البارزين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بعمان، بالإضافة إلى كتاباته على مدونته التي يتناول فيها ما يستجد بالشأن الحقوقي بالسلطنة. وألقي القبض عليه في 14 من الشهر الجاري بعد تلقيه مكالمة من شرطة مسقط تستدعيه للحضور للقسم دون إبداء الأسباب، بينما يعيش هو ويعمل في محافظة ظفار، وما إن حضر للقسم بمعية شخصين حتى ألقي القبض على الجميع وأفرج على مرافقيه في وقت لاحق بعد التحقيق معهما، بينما بقي هو في القسم دون تبريرات قانونية لهذا الاعتقال، مع رفض المسؤولين بالقسم السماح له بالاتصال بمحاميه أو بذويه الذين يجهلون مصيره ومكان تواجده منذ ذلك الحين. وللتذكير، فإن هذا الاعتقال ليس الأول من نوعه الذي يتعرض له سعيد جداد،
بل كان ضحية مضايقات الشرطة في العديد من المناسبات، حيث حاولت الضغط عليه بعد إحضاره للتوقيع على تعهد بالتوقف عن الكتابة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما كان يرفضه. وقد تم استدعاؤه من قبل سلطات محافظة ظفار في فبراير من 2011، وهناك تعرض للتهديد بحثه على قطع اتصاله مع المنظمات الدولية الغير الحكومية، بالإضافة إلى منعه من نشر كتاباته في الجرائد العمانية مثل جريدة زمن وجريدة الرؤية، واللتان كان جداد ينشر كتاباته بهما بشكل دوري. ورغم كل التهديدات، شارك في العديد من الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان في سنة 2011، واستمر في النشر على جريدة وطن، إضافة إلى كتاباته المستمرة في مدونته الإلكترونية المعروفة باسمه. ويأتي هذا الاعتقال في سياق حملة القمع التي تشنها السلطنة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين. ففي 16 من يناير 2013 حكمت السلطات العمانية على مجموعتين من الناشطين الحقوقيين بالسجن وغرامة مالية. وطالبت الكرامة في ندائها العاجل الآليات الأممية بتذكير السلطات العمانية بقوانينها المحلية والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبتها أيضا بوضع السيد سعيد تحت حماية القانون وإخطار عائلته بمكان تواجده والإفراج الفوري عنه والكف عن مضايقة جميع الحقوقيين. تدين مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان رفضها استمرار الممارسات التعسفية للحكومة السودانية في حق منظمات المجتمع المدني، والتي دفعت بمعظم المنظمات الحقوقية للعمل من خارج البلاد، بل وطالت الحملة مؤخرا عددا من المؤسسات الثقافية والتنموية السودانية عبر الإغلاق أو التضييق. ورصدت الكرامة إغلاق السلطات السودانية 5 مؤسسات خلال أقل من شهرين، وهي مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للاستشارة والتنمية البشرية وبيت الفنون ومنتدى السرد والنقد ومركز أصلان لتعليم اللغة الإنجليزية، بالإضافة لتعطيل أنشطة وندوات بدار الكتاب ومركز محمود محمد طه. وقال الأستاذ عبد الله أبو الريش المدير التنفيذي لمركز الدراسات السودانية في تصريحات صحفية أن وزارة الثقافة والإعلام قررت تجميد نشاط مركز الدراسات لمدة عام بدعوى ممارسته لأنشطة تضر بالأمن القومي، وذلك وفقا للقرار رقم 10 لسنة 2012، رغم عمل المركز منذ 1992 بالقاهرة ولم ينتقل إلى السودان إلا في سنة 2001، وأنه يعمل على توثيق وإصدار تقارير عن الشأن السوداني، مضيفا أنه يتعرض للاستدعاء المتكرر من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطنية في الخرطوم. كما تعرض مركز الخاتم عدلان للاستشارة والتنمية البشرية للإغلاق عبر قرار إداري رقم 20 لسنة 2012، والذي نص على إلغاء تسجيل المركز من قبل مسجل عام المنظمات بالسودان، والذي كانت أهم المشاريع التي قدمها في عام 2012 مشروع القيادات الشبابية ومشروع الإصلاح التربوي ومشروع مناهضة العنف القانوني ضد المرأة، وهو ما يفند ما يدعى حول خطورة تلك المؤسسات على الأمن القومي السوداني. وتستنكر الكرامة هذا التصرف غير المبرر بحق مؤسسات ثقافية وتنموية بالأساس، مطالبة السلطات السودانية باحترام المواطنين في التنمية الثقافية والبشرية، وداعية إلى التزام السلطات بما وقعت عليه من مواثيق دولية تضمن حقها حق مؤسسات المجتمع المدني في العمل. بهذا نأتي على نهاية نشرتنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في نشرة قادمة.